لا مو هاي الخطة، بس هو أكيد راح يكون أكو جزء من المدينة بمكاتب ومراكز إدارية. نعم. إحنا دائما لأن متأثرين إحنا شوية بالتجربة المصرية، نعم. فدائما نقول أي توسع هو العاصمة الإدارية. هو مو بالضرورة راح يكون عاصمة إدارية، بس راح يكون أكو مساحات كافية أنها تقدر تسكن أو تجذب المكاتب، الهيئات الحكومية والشركات التجارية، لأن إحنا اليوم ما عدنا مناطق إدارية وتجارية يعني على المستوى اللي ترتقي إليه العاصمة بغداد. فهي بس خليني يعني لو تعطيني مجال شوية أشرح المنطقة كلها. 106,000 دونم هي المنطقة المحيطة في مطار بغداد. جزء منها عليها مشاريع قائمة في حد ذاتها، اللي هي هاي منحت إجازات بالسابق. أجزاء الأرض بصفة عامة ملك حكومي، تقريبا 80,000 دونم من المنطقة هو ملك لي بالدرجة الأولى وزارة المالية، وبعدين وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الإسكان، كذا وزارة عندهم منشآت بس صغيرة. من ضمن القرار أن وزارة المالية تحول أو تعوض الهيئات الحكومية الأخرى بأراضي بأماكن أخرى، وهي هاي كلها يعني ما تطلع يعني حتى مو 10% من المساحة الكلية. أكو أملاك خاصة وأكو مناطق زراعية بيها حصص مائية، بس هاي كلش قليلة يعني لا تتجاوز 20% من المساحة، وهي هاي على الأطراف. هاي شو تخططون؟